السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. دائما مع الاخبار السريعه خاصه بانتقالات لاعبين المنتخب الوطني، خاصه لاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمه. وفق سكاي سبور الانجليزيه، الانديه تجري محادثات متقدمه بشان صفقه يمكن ان تصل قيمتها الى 30 مليون جنيه استرليني. كما يظل كريستال بالاس مهتما ايضا باللاعب الدولي الجزائري. يقترب وسام من الاتفاق على صفقه للتعاقد مع جناح برنتفورد سعيد بن رحمه. يعني وسام مستعد لابرام صفقه شراء اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمه. تجري الانديه محادثات متقدمه بشان صفقه قد تصل قيمتها الى 30 مليون جنيه استرليني. كما يظل كريستال بالاس مهتما ايضا باللاعب الجزائري. هذا ايضا نحن نادي كريستال بالاس ربط اتصالات سابقه باللاعب الجزائري لكن لم تتم الصفقه. انديه الدوري الانجليزي ممتاز، لديها حتى 16 اكتوبر للتعاقد مع لاعبين من الدوري الانجليزي. يعني سوق الانتقالات الدوري الانجليزي البريمير ليج سوف ينتهي يوم 16 اكتوبر بشراء الأندية بريمير ليج، شراء لاعبين من الشامبيونشيب يوم 16 أكتوبر آخر أجل. كان النحل يعني برنتفورد مستعد للتعامل معه، مع اللاعب هو وشريكه السابق، يعني زميله السابق أولي واتكينز الذي انضم إلى أستون فيلا في صفقة تصل إلى 33 مليون جنيه استرليني في الصيف الفائت، لاعب اللي اشترته أستون فيلا، وهو يلعب مع برنتفورد وسجل هدفين في 4 مباريات حتى الآن. إذن وستهام سوف حسب سكاي سبور سوف يغلق صفقة سعيد بن رحمة التي قد تصل إلى 30 مليون جنيه استرليني. هذا الخبر ليس من صحف غير معروفة، هذا من شبكة سكاي سبور البريطانية المعروفة. نتمنى كل التوفيق لسعيد بن رحمة، ونتمنى إن شاء الله يمضي في نادي ليقدر إمكانياته، وإن شاء الله مزيد من التألق في الدوري الإنجليزي ممتاز. ونتمنى كل التوفيق لكل لاعبي المنتخب الوطني. ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.